نعود مرة أخرى لمدينة مكناس عند المحلل الرياضي محمد الحاجوي. سي محمد، هذا الجيل من اللاعبين هو جيل صراحة متميز، تمكن من الوصول لنهائي كأس إفريقيا وأيضا تهالي كأس العالم، واليوم إن انتهت الرحلة يعني في المونديال على أعتاب نصف النهائي، فالإقصاء كان أمام خصم قوي من حجم المنتخب المالي. صحيح، اللاعبين قدموا مستوى اللي مزيان ضد منتخب اللي من المرشحين الكبار في هذه التظاهره على انهم يقدروا ياخذوا هذا كاس العالم ديال اقل من 17 سنه، بحكم جماعيا عنده فرق اللي في المستوى وكذلك فرديا عنده مهارات اللي في المستوى. فاللاعبين ديالنا قدموا مستوى اللي كان مزيان، دفاعيا كانوا واقفين بطريقه منظمه وحضور جيد ابتداء من الحارس طه بن غزير اللي خلى المنتخب الوطني المغربي يبقى عنده ديك الحصانه الدفاعيه، وخلى المنتخب ديال مالي لانه وصل لمرحله ديال الشب وفترات ديال اللعب، وصل لمرحله ديال الضعف خاصه في الشوط الثاني للمنتخب، واللاعبين ديالنا تاقوا في راسهم باش انهم يقدروا يماركيو على هذا المنتخب هذا. لكن مع الاسف الاستغلال الفردي والجماعي ديالنا في الفرص القليله اللي جاونا كان فيهم خلل، وبالخصوص الفرصه اللي تاحت في التمريره اللي كانت في الشوط الثاني من اللاعب الحموني للاعب الناير اللي مشى في الانفراد مع الحارس ديال المنتخب ديال مالي، ولكن مع الاسف ضيعنا الفرصه اللي كانت محققه للتسجيل بسبب التعامل الضعيف والاستغلال الضعيف من اللاعب الناير، اللي مباشره من بعدها كان الاستغلال ديال الهجمه العكسيه في الوقت اللي تقنا في راسنا فتحنا اللعب معاهم، هما فريق اللي سريع في التحولات سريع في المرتدات، مشاو في تحول وفي مرتد اللي خلاهم انهم يسجلوا هذاك الهدف ضد مجريات اللاعب، اللي مع الاسف الهدف جاء اخر الدقائق اللي ما بقاش عندنا الوقت الكافي باش اللاعبين ديالنا انهم يديروا ذاك رد الفعل الايجابي اللي دفاعه عليا ويسجلوا على فريق اللي صعيب وصعيب بزاف، حتى الاستغلال ديال الكره الثابته ديالنا اللي مع الاسف كانت على القله ديالهم، خاصه الركنيات اللي كانت ركنيه وحده لصالحنا المباراه كامله. فحتى الخيار ديال سعيد شيبه على انه يحط لاعب طويل في القامه ديالو اللي هو وزان هو اللي نفذ الركنيه، على الرغم من انه بقامه طويله ممكن انه ينفعنا في العلبه الى جانب اللاعب المدافع عبد العالي ايت بودلال عبد الحميد ايت بودلال، لاعب اللي طويل في القامه ويكون استغلال جيد بحكم انه تكون عندك الزياده العدديه بلاعب بقامه طويله في مربع العمليات، لكن كتبقى الخيارات ديال شيبه اللي شفناها. ونقدروا نقولوا بان المنتخب دار مباراه اللي مزيانه، ولكن فريق الخصم فرديا جماعيا كان افضل منه وكان هو السبب باش المنتخب خرج من دور ربع النهائي. نعم سي محمد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مدينه مكناس، نلقاك في مواعيد لاحقه ان شاء الله. اذا